بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة عرب سموه فيها عن أسماء آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح دعيان الله جلت قدرته ان ينعم عليه بتمام الشفاء والعافيه وان يحفظه لمواصله مسيره العطاء والتقدم التي يقودها في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه